شيخ علي، هناك أمر هام جدا ماذا بنا على جل باش نعرفوه، وعلى جل باش ربما إذا عندك معلومات توضحها لنا في هذا الشأن. هذا الموضوع يتعلق باللقاء نتاع الوحدة. نعم. هل شاركتم في اللقاء نتاع الوحدة رفقة الشيخ محمد السعيد وعبد الرزاق رجام وسعيد مخلوفي ربي يرحمهم؟ أمين. المهم أنا استدعيت لهذا اللقاء وحضرت في انتظار هذا اللقاء. استدعاني أبو عبد الله شريف بوسمي، ولم أكن أعرفه من قبل، وجلس إلي لمدة ربع ساعة أو أكثر، حدثني أنه استدعاني للمشاركة في اللجنة الشرعية، وأن الإخوة رغم استدعاهم ليدخلوا حتى يقوموا بوحدة. أنا اعتذرت عن اللجنة الشرعية، فلست مفتيا ولا يعني صاحب فقه وكذا، وإنما أنا ربما إداري، قلت له العمل الإداري أنا أستطيع أن أقوم به، أما الفتوى الشرعية لها أهلها، أي الناس أحسن مني وأفضل مني. قال لي إن شاء الله نشوفه من بعد. وكذلك قدمت له نصيحة، قلت له إحنا أصحاب قضية، كيفاش تفتحوا النار أو تفتحوا جبهات غير جبهة السلطة؟ لماذا يعني تفتحوا يعني بيانات على اللي قروا الفرنسية اللي يعملوا في اللبن والمحطات على النفط؟ لماذا تفتحوا الرسمية حتى على المجاهدين ولا على يعني أشياء جبهات نحن لسنا بحاجة إليها؟ إحنا عندنا السلطة منعتنا، حرمتنا من حقنا وحاربتنا، فنحن نحاربها. وقلت له بالكلمة هكذا، قلت له مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكة إلى المدينة، كانت قريش لابد أن تدفعه وأن تقاتله، هي اللي كانت في طلبه لما أقل، فهو دار حلف هناك في المدينة بين يعني أهل المدينة من المسلمين وبين ساكنيها من المشركين وحتى اليهود قبائلهم من بني قريظة وبني قينقاع للمغرب. وقع حلف هناك حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يعزل هؤلاء حتى لا يعين هؤلاء ولا يدخلوا معه في حلف ولا فتاة، يعني استطاع يوقف تلك الجبهات ليصد لفتاة واحدة ويجمع قريش. وهذه من السياسة الشرعية، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. للأخ أبو عبد الله يعني سيف قلت قال لي سننظر إن شاء الله في هذا، استقبلت. قال هذاك آخر لقاء، بقيت هناك أنتظر يعني في لقاء الوحدة حوالي 10 أيام ولم يأتوا، فانصرفت إلى منطقتنا وقلت للمسؤول هناك إذا جاءوا فأرسل لي لأحضر، ولكن هم جاءوا من بعد والتقوا وقامت هذه الوحدة. وحاول يعني أهل النفاق وأهل التدسين يقولوا بأن الشيخ علي فنحترموش باقي الوحدة، وعلى ذلك ما بغاش ينتظر. حاولوا يديروا، قالوا علينا أشياء كثيرة من مثل هذه الوحدة. المهم هذا هو الشيء، وأنا ما احضرتش حضوريا، لكنني هناك التقيت بالشيخ محمد سعيد يوم صعد، الشيخ محمد سعيد ومع الأخ درزاق لما صعدوا إلى هناك التقيتهم، وكنا ننتظر في هذا، ولكن بعدما ذهبي حدث هذا من ورائي. تفضل. بخصوص الشيخ محمد سعيد وسعيد مخلوفي وعبد الرزاق رجام ربي يرحمهم، هل عندك معلومات بخصوص المقتل تاعهم؟ معلومات اللي توفرت عندك في ذلك الوقت. اولا الشيخ محمد السعيد ورجام يعني كانوا من الناس اللي داروهم في المجلس السوري للجماعه، وقامت القيامه عند اهل النفاق واهل هذا المتطرفين والمندسين كيفاش يدخلوا هذو في الجماعه، كيف يدخلوا المجلس، وبدات الفتن. المهم الشيخ محمد السعيد كان مر علينا، هو عائد من الغرب الى القياده هنا التي استدعت، احنا عرضنا عليه يعني انحراف الجماعه بانها منحرفه، وان سمعنا عن بعض الاخوه عن مقتلهم كيف صفوهم يعني واغتالوهم يعني بالوقاحه، حذرناه منها، طلبنا منه يبقى معنا يعني معززا مكرما، لكنه هو لا اقول تورع، قال انا لا اريد ان تسيل دماء ب
من أجلي، ولا أريد أن نصبح يعني ميليشيات متقاتلة كما يريدنا النظام، أفضل أن يضحي بنفسه على أن يكون هذا. كان له الأمر كذلك، قالوا راح لهم ضب القيادة دقيقة، لكن تماطلوا تماطلوا، وأخيرا قالوا له روح في زيارة الأهل بعد كي ترجع الأمير الوطني، ولكن هذه الزيارة يظهر أنهم اغتالوه فيها، اغتالوه هو الأخ زقربجا. أما الأخ المخلوفي فلم أراه ولم ألتقي به في حياتي، وسمعت أنه تبع الغرب وقتل هناك.